الجزائر والمغرب، وكلاهما يمني نفسه بتجاوز الآخر، وفي الحسبان أن الهزيمة لا تعني سوى الخروج من تصفيات الكان. طريق غينيا الاستوائية والجابون عام 2012 لم يكن سهلا على الجانبين، والأرقام تضع الأسود والمحاربين في كفة واحدة بأربع نقاط، حيث يحتل المغرب المركز الثالث، يليه المنتخب الجزائري في المركز الرابع بفارق الأهداف. تتعقد التكهنات في المجموعة الرابعة، لكن أمل أسود الأطلس كبير برد اعتبار هزيمة بونا لتفادي متاهات حسابات اللحظة الأخيرة. ومع بصيص الأمل يبقى الخوف كل الخوف من تأثير الغيابات على الروح المعنوية والفنية على الفريق، فالكتيبة المغربية ستفتقد إلى ركائز مهمة على غرار مهاجم أياكس أمستردام منير الحمداوي، ولاعب وسط كوينز رينجرز عادل تعربت، ولاعب ستاندرد ليج البلجيكي المهدي كارسيلا، بالإضافة إلى محمد بن رابح وكريتيان باصير وأحمد القنطاري. أسماء ثقيلة تغيب ستضع العبء من دون شك أمام المدرب إيريك جيريتس في اختبار أخير لبقائه على رأس التشكيلة المغربية، إلا أن في جعبته خيارات عديدة قد تقلب أجواء القمة المغاربية رأسا على عقب، ليس أول تلك الأسماء وآخرها مروان الشماخ والحسين خرجة ويوسف العربي. صورة تبدو مغايرة تماما في صفوف محارب الصحراء الذين استعادوا أسماء مونديالية غابت في اللقاء الأخير، كصخرة الدفاع الماجيك بوغرة وصانع الألعاب كريم زياني ورياض قدبوز وكريم مطمور. تفاؤل كبير لكتيبة المدرب المحلي عبد الحق بن شيخة، وطموح يستوجب الحذر أمام منتخب مغربي أثبت على مدى سنين أنه قادر على الفوز بالمباريات على أرضه وبين جماهيره. سامي قاسمي، العربية.